السلام عليكم. اليوم صدر حكم التمييز، الحكم النهائي في قضية مقتل الطالبة المتفوقة اللي ذكرتها قبل يومين، واللي قتلها أبوها اللي هو اسمه رياض من باب التأديب، كان يضربها بسلك كهربائي وتسبب في نزيف داخلي أسفل الجلد مما أدى إلى وفاتها. اليوم الحكم كان تأييد حكم محكمة الاستئناف بالسجن 7 سنوات رغم حصوله على التنازل من والدة البنت اللي هي زوجته. الله يرحم البنت، توفت، وكان من المفترض أن الواحد يعني مثل هالأمور هذه لا يعتقد أنها نهاية الدنيا. يعني حتى لو يسقط ولدك ولا بنتك ولا درجات ضعيف، ترى هذه ما هي نهاية الدنيا، بإمكانه أنه يستمر ويحاول، والرزق عند رب العالمين، ترى ما هو بالشهادة، الشهادة هي سبب، ما تدفعك أنك تنهي حياة ولدك ولا أنك تضربها الضرب الوحشي. قصة الليلة حصلت في قطر عام 2008. في شاب مصري اسمه سليم، سليم هذا يعمل في شركة مقاولات، عمره 23 سنة، وكذلك عايش مع أفراد أسرته في قطر، يعني مستقرين من زمان. المهم يوم من الأيام وهو طالع من البيت رايح يتمشى إلى الجمعية أو السوبر ماركت، احنا نسميه كذلك جمعية في الكويت، جمعية هي اللي تجمع جميع المواد الغذائية والمستلزمات يعني. فراح للسوبر ماركت هذا، اشترى أغراض وراجع للبيت شايل أكياس بإيدينه، يتمشى شوي شوي، ولا هذه الأندونيسية اللي نازلة من العمارة ومعاها تكرمون كيس زبالة، كيس القمامة، وترميه في الحاوية. لكن يوم شافها اخطفت قلبه، قام يغمز وحركات ويرفع حواجبه، هذه الحركات القديمة في المغازل. البنت أبدت يعني إن ما عندها مانع، جلست تضحك وكذا، على طول أشر لها قال لها لحظة شوي، كتب رقم تليفونه وعطاها إياه وراح البيت بالليل، ولا هي متصلة عليه وصار سوالف، أنا يهبي أنتي، وأنا يشوف أنتي قلب مال أنا يعور، وأنا يبي يسوي زواج، وأنا ما أدري شنو، قاعد يحاول يكلمها باللغة الأسيوية المصرية الأسيوية، وهي ذيك كذلك، أنا ولا أنا يشوف أنت هلو أنت، طبعا هي أكبر منه 4 سنوات، ومقياس الجمال، جمال المرأة عند الرجل هي المرأة اللي تخطف قلبه. ترى الرجل إذا حب أي امرأة يعتبرها أجمل نساء الكون، سبحان الله، حتى البنت اللي تشابهها يحبها، لو كانت هذه المرأة بشعة أو ما هي يعني أو ما تملك مقومات الجمال، لكن بمجرد أنه يحبها لأي سبب أو لأي صفة فيها خلاص يشوفها إيه أحلى من كل البنات. وفعلا هذا اللي حصل مع سليم. سليم مات في الأندونيسيا، الأندونيسيا طلعت خادمة أو شغالة في بيت شاب قطري ومتزوج وعايشين فيها الشقة فيها العمارة القريبة من الجمعية. فصار هذا سليم رايح راد على الجمعية بسبب أو بدون سبب، أو ينتظر عند حاوية القمامة علشان هي كذلك تمثل أو في سبب لخروجها من البيت أو من الشقة أنها ترمي القمامة، فتوعد مع عند الحاوية، كلمات، تبادل كلمات وحب وغزل وكذا، وتروح وينتظرها على التليفون، وشغلت نفسه وتمالكت حتى تفكيره، وصار يهمل في العمل وتكاسله، يعني ما هو سليم النشيط اللي كان يصحى من الفجر وما يرجع إلا بالليل
واهم شيء عنده موضوع الانجاز الشغل وغيره. صار كل تفكيره في ماريا، ماريا الاندونيسية. المهم بعد مدة من الاتصالات بينهم والحب يعشمها بالزواج، وهي تقول له انا اول مرة شخص عربي يخطف قلبي وما ادري شنو، انت يا اسمر يا مملوح يا، وهذا بعدها مصدق مسكين، واول مرة يجرب الحب تعلق. ذاك اليوم وتتصل عليه قالت له شوف يا ابو سميرة انا صراحة مشتاقت لك. قالها وانا كذلك. قالت له يبقى بابا كفيلي قطري يروح للدوام، وكذلك زوجته معلمة تروح للدوام، وما يجون الا على الساعة 1:30 الظهر كذا، تعال عندي في البيت ما في احد، تعال اشرب عصير. قال لها جايج فريرة، وفعلا يروح لها، وزيارة زيارتين، استهانس على الوضع. كل يوم الصبح عندها يتأكد ان كفيلها طلع، ومرات كان يراقب الكفيل، يعني كان يجيها في وقت مبكر قبل خروج كفيلها وزوجته، وكان يراقب الكفيل يشوفه لين يتأكد انه وصل فعلا الى مركز عمله، وكذلك زوجته وصلت الى علشان ياخذ راحته لما يكون في شقتهم مع الاندونيسية. ووقع بينهم المحظور، وعلاقتهم مستمرة شهر شهرين ثلاث، او يوم من الايام او تتصل على سليم. قالت له يا سليم انا ابي ابشرك بخبر راح يفرحك. قال له شنو؟ قالت انا حامل. الله يخرب بيتك، الله لا يوفقك، تتكلمي قد؟ هي انا حامل، شنو المشكله؟ وانت بابا يعني انت ما تستانس لما يكون عندك ولد؟ هذا عاد الحين راحت السكره وجت الفكره، ولد هذا راح تورطنا، راح تفضحنا، راح تكشف الحقيقه. انا اهلي لو يدرون اني انا هني قاعد في قطر متغربين انا واسرتي علشان ادور لقمه العيش، ويدرون في اني قاعد العب من وراهم، وعلاقه مع شلون بقول لهم اني هذه يعني اندونيسيه وانا مثلا مصري، شلون بنتزوج رسمي والعيله والبلد وال يعني القريه عندهم عادات، يعني ما يسمحون مستحيل انه يتزوج واحده من خارج اصلا العائله، فما بالكم لما يتزوج واحده اصلا ما هي عربيه. الموضوع شويه سبب له توتر، وبدأ يفكر شلون وكذا. في البداية قال لا خلاص يعني احنا نتزوج، هو يحبها فعلا، لكن موضوع الولد هذا شلون يعني الحمال. جلس اول يوم يفكر، ثاني يوم شلون يعني هل اتزوجها؟ اصارح اهلي؟ لا ما اصارحهم، راح يفضحوني، راح ابوي يعصب علي، ووالدتي يمكن تطردني من البيت ويبدون يعني مسخروني ويضحكون علي ومن هالامور هذه. يفكر الحل. بعدين جلس يفكر بطريقة اخرى، ان هذه ماريا كانت سهلة المنال، يعني إذا هي وافقت أني أنا أرتكب معاها المحظور، فقد سبق كثير غيري علاقة معاها، وهي أصلا ما هي بنت، وتقول أنا مطلقة في بلدي في إندونيسيا، فممكن اللي في بطنها أصلا ما هو ولدي، هذه تبي تورطني، هذه شافتني أنا صيدة، شافتني يعني متعلق فيها هني بدأ لا هذه كذابة، هذه كذا، وهذه تتصل عليه وعين قوية. وهذول شوفوا الأسيويات، الأسيوية لما تكون زوجة أو تكون حبيبة أو أحد يتورط معاها مو نفس العربية، يعني هذه ما عندها يا مرحمين يا حبيبي، تفضحك يعني، وقشرة وجريئة أكثر من أي امرأة عربية، ترى هذا معروفة يعني
وخصوصا الجنسية الأندونيسية. أنا عفوا يعني ما أسيء للجنسية الأندونيسية، فهموني أقصد كجرأة يعني الفتاة، جرأة الفتاة. المهم هذا تورط فيه، هذا تتصل عليه وتهدده وأنا أفضحك وأنا أبلغ الشرطة وأنا قال لا لا خلاص خلاص يا عمي سافري، قول حق كفيلك أنا بسافر أندونيسيا وأنا أسافر معك أندونيسيا وأتزوجك هناك بشكل رسمي وننهي الموضوع وما حد يدري في الموضوع خلاص، واللي في بطنك بسميه باسمي. كلمت كفيلها قال لها مستحيل تسافرين. طبعا كفيلها ما يدري أنها حامل وعشقانة وكذا، صحيح حس بتغير يعني طرع عليها في الفترة الأخيرة، صارت تمسك التليفون كثير، صارت يعني صارت يعني ساهية وتسمع أغاني في غرفتها وتنام متأخر وتصحى متأخر يعني، لكن هو يعني كان ما يعني يهتم في الموضوع هذا. الحين تقول له أنا بسافر، قال شلون تسافرين بسم الله توك ما صالت كم شهر عندنا واحنا دافعين تكاليف تذاكر ومكتب لا لا لا، واحنا محتاجينش الفترة هذه الى نجيب غيرك يعني بديلة وبعدين نروح يتوكل على الله. اتصلت عليه قالت له يبا ما هو راضي وانا بطني كل يوم تكبر وفي اي لحظة ممكن يكتشف، واذا اكتشف الموضوع راح ندخل في سين وجيم وقضية قال لا 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 الا القضايا إلا أنك توصلين إلى مركز الشرطة، أهم شيء أنك اللي في بطنك هذا تنزلينه وأنك تولدين بدون ما حد ينتبه. قال شو تقصد النسلة؟ قال لا لا يعني تولدين لكن ما حد ينتبه ولا حد يحاسبنا أنه شلون يعني هذا حمل سفاح وأنه ما إحنا ما إحنا زوجين وانتظر علي شوي وخليني أرتب أموري وجلس يفكر بينه وبين نفسه شلون يحل هالمشكلة هذه. ترى مشكلة عويصة فعلا فعلا عويصة، لما واحد يتورط بعلاقة خارج إطار الزواج ولا وتنتج عنها الحمل يعني من الكوارث من الكوارث. يعني لو أقول لكم قصص والله يشيب رأسكم، قصص موجودة في جميع دول الخليج حاصل نفسها الطريقة هذه، يعني نهايتها دائما وخيمة. مالكم بطويلة، اتصل عليها قال شوفي في حل وحيد، انك تهربين اشردي من بيت الكفيل وانا اجي اخذك لما هو يروح الدوام والمعزبة كذلك تروح دوامها كمدرسة، اجي اخذك انت واغراضك وتعيشين عندي في شقة راح استأجرها فقط لي ولك الى ان تولدين وبعدين نشوف موضوع الزواج وسجل الولد ويعني ندبر الأمور. قالت لا أوكي متى؟ قال لها بكرة. وفعلا جهزت نفسها حطت هالشناط وكذا، لما راح الكفيل وراحت زوجته اتصلت عليه ويجي سليم. أول ما صعد هم ساكين بدور رابع، أول ما صعد معاها شنطتين قالها عطيني شناطك أنزلهم سيارة وأجي أخذك، خليك هنا واقفة علشان ما حد ينتبه. قالت لي يلا بسرعة، خذ الأشناط فعلا وراح حطهم في سيارته، طبعا ما هي سيارته، سيارة أخوه وهو ما يملك سيارة، حطهم في السيارة ورجع مرة ثانية دخل العمارة وصعد للدور الرابع ولا هذه تنتظره. لكن المرة الثانية لما رجع كانت معاه قنينة ومعبيها بنزين، بطل معبيه بنزين من احد المحطات، وصاعد فيه الى الدور الرابع. شنو كانت نيته سليم؟ سليم خلاص ما وجد امامه حل، وهذا يعني في جميع القضايا اللي مشابهه اللي هل القضيه هذه وتفاصيلها، دائما العشيق بالنهايه بيتخلص من العشيقة أو الحامل منه وخارج إطار الزواج، وهذا جايب بطل. قال أنا أبي أحرقها إيه والشقة اللي فيها علشان إنه يبين موضوع التماس كهربائي ولا حريق غير متعمد وماتت الخادمة وانتهى الموضوع ولا حد يدري بعلاقتي فيها.
وفعلا كان هذا الهدف. يوم صعد قالت له يلا خلنا نمشي، قال لا خلينا ندخل شوية الشقة، قالت لا لا أنا خلاص قفلت على الباب وحطيت المفتاح من تحت الباب يعني ما أقدر أدخل الشقة. هني تورط، اختربت الخطة معه، قال لها زين تعالي تعالي. صعدها السطح، سطح العمارة، سطح العمارة فيه غرفة يعني مثل الغرفة هذه دائما اللي يخلون فيها خزان الماي أو سيستم التمديدات الصحي وغيره، يعني دائما تكون في غرفة أو نفس المخزن. يوم شافها الغرفة شافها أنها مناسبة لارتكاب الجريمة. هي تقول له ليش مصعد؟ قال له بس أقول لك شيء ضروري بسرعة ما في أحد. وهذه كانت مستبعدة أن يؤذيها أصلا. صعدت معاه ويدخلها فيها الغرفة وعلى طول يمسكها من رقبتها يخنقها يخنقها يبيها تموت، لكن ماريا فقدت الوعي وطاحت على الأرض. وأصلا هي حامل وما تحمل أصلا العنف هذا. يوم طاحت على الأرض وهو كان متأكد وفحصها وكشف عليها وعرف أنها إلى الآن لا تزال على قيد الحياة، قال دام أن الآن فرصتي أولع فيها، ويسكب عليها مادة البنزين ويولع النار. لكن شو سبحان الله شو اللي صار معه؟ هو سكب البنزين اللي معاه في القنينة على جسد ماريا وولع فيها وهي حية يعني لكنها في غيبوبة. وأثناء ما كانت في غيبوبة وهذا ولع النار فيها، سبحان الله كأنها يعني صحت فجأة، بدت ترافس أو تحرك يدينها وكذي مصدومة يعني، وتضرب القنينة اللي في إيده وهي مولعة نار، وتطيح القنينة على جانب الأيسر على رجله على القدم وعلى إيده وعلى خده الأيسر من الوجه يعني على الجهة اليسرى، ويبتعد عنها ويسكر باب الغرفة ويمسك بإيده ويحاول يطفي يطفي جسده. فعلا طفى قدر لأن كانت الحروق يعني بسيطة يعني أو النار اللي مسكت فيه بسيطة، لكن بدأ يمسك باب الغرفة يخاف أنها تقوم تصحى، لكنها على طول فارقت الحياة ولع فيها وهي حية ولا وحامل بعد. ونزل من العمارة وأخذ شنطتين اللي كانت تملكهم، هذا كل ما تملكه هي مسكينة من ملابس ذهب موبايل يعني أغراضها، ويطلع من العمارة ولا حد دار. طبعا بعد ما ولعت الغرفة وبدت يعني النيران تطلع من الشباك الخارجي للعمارة، بلغوا المطاف وجو طفوا. ولا هذه يعني فتاة محترقة يعني ولا عرفوا منه يعني، إلا بعد ما عاد القطر إلى شقته وبلغ رجال الأمن إن خادمته مفقودة الأسيوية. عرضوا عليه الجثة، قال إيه نعم هي تقريبا هذه هي، لنا يعني طولها ووزنها وشكلها يعني مقارب. بعد عدة إجراءات وفحوصات في الأدلة الجنائية والطب الشرعي تأكدوا أن هذه فعلا الأندونيسية الشغالة اللي عند الشاب القطري في الدور الرابع. أول واحد تم اتهامه والاشتباه فيه اللي هو الكفيل القطري، قالوا له تعال أنت ليش وما ليش؟ قال يا جماعة أقسم بالله أنا مستحيل ارتكب جريمة ولا أذيها، وليش بالعكس وهي محترمة وتشتغل عندي وما لها صوت وأبدا ولا عمري سمعت منها شيء غلط، ليش أقتلها يعني؟ قالوا له أجل شنو تعتقد هي ليش أقدمت على الانتحار؟ لأن شافوها ساكبة على نفسها البنزين، وفي البداية قالوا هذا واضح يعني طالع من الشقة وصاعدة فوق ومنتحرة. بعدين
يوم دخلوا إلى غرفتها ولا ما في ملابس، ما في أغراض ولا شيء، يعني حتى الشناط اللي كانت تملكهم مختفية. هني قالوا لا، الموضوع في إنه الطب الشرعي بعد أسابيع أرسل تقرير لرجال المباحث اللي ماسكين القضية أن الجثة عليها آثار خنق، يعني جهة الرقبة، يعني كأن في واحد خانقها في البداية وبعدين حارقها في البنزين. والموقع، موقع الحريق، ما لقينا لا قنينة ولا أي طريقة هي كانت تحمل فيها البنزين. مستحيل، شلون كانت شايلة معاها مادة البنزين؟ قالوا أجل هذا الشخص هو اللي سكب عليها وأخذ معاه القنينة. هني اعترفوا أن البنت هذه ما انتحرت، هذه البنت تم قتله، خصوصا أنهم اكتشفوا أنها حامل. ويوم سألوا الكفيل قال والله ما أدري أنها حامل، وأصلا هذه مو متزوجة ومطلقة في بلدها وما عندها عيال، شلون حامل؟ قالوا بس القضية وضحت معهم. ما كان بطول الآن يدورون منو القاتل. طلعوا كشف بحركة الاتصالات من رقم هاتف الاندونيسية اللي هي ماريا. وهني كانت الصدمة، الصدمة الله يسلمكم، أن عشرات العشرات من أرقام الهواتف اللي هي تتصل عليهم وهم يتصلون عليها لا، ومسجات حب وغرام بينها وبينهم. من هذول؟ اطلعت يبا ماريا مثل المنشار، صاعدة واكلة، نازلة واكلة، أي شاب يمر عليها تعطي وجه وتضحك وتأخذ رقم وسوالف وحب وكذا. طلع من بينهم سليم، يعني سليم ما هو الحب الحقيقي اللي بيعيش يا حبيبي، لا لا لا، طلع سليم هذا تحصيل حاصل. تم استدعاء هالشباب من مختلف الجنسيات ويحققوا معاهم، هذا الأول، الثاني، الثالث، هذا يقول أنا والله بس بيني وبينها فقط تليفونات، والله لا شفتها ولا شافتني ولا أم رقمتها بالتليفون. واحد يقول والله أنا رقمتها عند الجمعية، واحد يقول بالشارع، واحد يقول عند المستوصف، واحد يقول أنا شفتها في المستشفى، ما شاء الله عليها ما تعتق أحد، كل واحد يضحك لها تقول تعال عطني رقمك ودق عليه ومقزرتها فيهم. ويبتلشون الشباب في التحقيقات ولا عرفوا منو فيهم اللي قتلها، إلى أن توصلوا إلى رقم، وهذا من أكثر الأرقام مؤخرا اتصالا فيه، قامت إيه تتصل عليه وهو يتصل عليها، يوم شيكوا على الرقم ولا هذا رقم شركة مقاولات. راحوا للشركة سألوهم أنتم من يداوم يعني في الشركة كم واحد، قالوا يبا إحنا عددنا فوق 100 رجال نشتغل في الشركة كعمال وفنيين وكذا، لكن كإداريين واللي يستخدمون الهاتف، هاتف الشركة 3، من بينهم منو؟ سليم. جابوهم للتحقيق، حالهم حال اللي مشتبهين فيهم أول ويحاولون يعرفون من فيهم القاتل. حققوا مع الأول، الثاني، الثالث، لما جاء دور سليم وينتبه رجل الأمن أن سليم كان دائما يخبي إيده اليسرى يحطها داخل جيبته، يعني فيقول أنت طلع إيدك، طلع إيدك برا، يقول له تعورني شو، يقول طلع إيدك برا، يطلع إيده، يوم يطلع إيده ولا إيده فيها مثل البرص وكذا أو الحرق، قال له شنو هذا بيدك؟ أنت ليش تخبيها ما تخليني أشوفها؟ وبعدين وجهك إيش فيه؟ كأنه في حرق وكذا، لأن الظهر تعالج لكن آثاره شوي واضحة، والأوضح اللي هي إيده. يوم شاف إيده عدل ولا إيده مأكولة من هالنار، قال له شنو هذا؟ قال له هذا مرة أنا طحت من دراجة هوائية. قال له دراجة هوائية؟ هذا مبين حرق، تضحك على منو أنت؟ وحيلونه للطب الشرعي، ويأكد الطب الشرعي فعلا أن هذا سليم تعرض للحرق من مادة سريعة الاشتعال أقرب مالها اللي هي البنزين. قالوا له حبيبي تعال تعال اخلص علينا، شنو علاقتك وكذا، المهم يبطل جربة.
يوم فتشوا بيته ويلقون عنده بعض القطع الذهبية، طبعا بايع مجموعة من ذهب مارية ومجموعة محتفظ فيها بالإضافة إلى هاتفها موجود عنده داخل البيت. قال يبانا على علاقة حب معاها وما توقعت انها تحمل، وكنت فعلا يعني ناوي زوج، لكن انا كنت شاك بسلوكياته وحس ان لها علاقات، وقلت ممكن ان الحمل هذا ما هو مني انا يعني، فقررت اني اتخلص منها. وفعلا هذا اللي سويته، خنقتها ورميت عليها او سكبت عليها مادة البنزين وولعت فيها، وتم الحكم على سليم بالاعدام، وكانت هذه نهاية سالفتنا. وفمان الله، مع السلامة.